السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هشرح إزاي النقل بيبي مثلا شتلات بتاعت مثلا أنت زرعوا طماطم خيار وات ايفر. ده مثلا إيه، أنا زرع هنا كنت حاطط كمية مثلا ماتوا كتير مبيبقاش منهم غير واحدة بس، ماشي. طب أنا حبيت أنقل دي هنا، هعمل إيه بقى؟ هعمل كده، صلى على النبي، هعمل كده. شايفين الحفرة دي؟ وأحفر حفرة، احفر حفره هنا كده بمقاس البتاع ده، بس لازم ايه اطلع الحاجه دي كده، وش عليها ميه، لغايه ايه بقى تبقى طينه طريه. هنا برضو حط رش ميه في المكان اللي حط فيه غرسه، تمام. اهو مثلا اهو، الموضوع سهل جدا مش صعب. انا هعمل كده عشان طبعا الشتلة ما تموتش، عملت حفرة ايه مثلا بمقاس الكوباية اللي انا زرعت فيها مثلا. الموضوع ايه مش صعب جدا، يعني انا ايه مثلا اقلبها كده، شايفين اتقلبت ازاي؟ اخدها كده، اخد ايه الجمل بيه محمل واحطه كده، شايفين؟ عشان الزرع ما تموتش والجدر بتاعها ما يشمش الهواء وتموت، وبالتالي بقى ابدا اردم. يعني المفروض انا كان اعمل حفرة اكبر من دي تنزل تحت على احساس دي تكون متلائمة عايشة مع اخواتها. على فكرة دوت ملوخية، دي برضو شتلات فلفل، ده على فكرة فراولة، ودي بس شتلات بس في حشرات اكلتها من تحت الطماطم. ده كده ايه، ادي القصة كلها وبس كده، ماشي. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.